السلام عليكم. ذكر الماوردي في كتابه أدب الدنيا والدين أن الإخوان على أربعة أحوال، اللي تخاويهم في الدنيا تراهم على أربعة أحوال: الأول من يعين ويستعين، الثاني من لا يعين ويستعين، الثالث من لا يعين ولا يستعين، الرابع من يعين ولا يستعين. الأول من يعين ويستعين، قال عنه الماوردي: هذا أعدل الناس، يوقف مع الناس والناس يقفون معه، يعطي ويأخذ، هذا حال أكثر الناس، وهذا هو الموقف العادل. الحالة الثانية من يستعين ولا يعين، وهذا هو اللئيم، بل هو مخالف أصلا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، قوله عليه الصلاة والسلام: وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. مثل ما تحب الناس يقفون معك، عليك أن تقف أنت معهم، ولكن أن تريد الناس يقفون معك وأنت لا تقف معهم، هذا لوم. مشكلة هذا الثاني الذي يستعين ولا يعين، لا خيره يرجى ولا شره يكفى. الثالث هو من لا يعين ولا يستعين، كما يقال: التارك لإخوانه مخذول. هذا والله المخذول، حتى قال بعض الحكماء: شر ما في الكريم أن يمنع عنك خيره. شر ما في الكريم أن الخير اللي عنده يمنعه من الناس. الرابع هو من يعين ولا يستعين، وهذا أشرف الإخوان، وهذا أنبل الناس وأحسنهم، فلا هو يثقل على أحد ولا يكلف أحدا شيئا، ويده دائما طولة في كل خير. وتطبيقه لحديث النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري مسلم، قال: اليد العليا خير من اليد السفلى. وإذا وجدت هذا الرابع تمسك به وعض عليه بالنواجد، وإن كان أكثر الناس على الصنف الأول من يعين ويستعين، خذوا هات، وهذا هو الموقف العادل. لكن الشرف يكون في من يعين ولا يستعين.